هذا هو خليفة المسلمين؟ خليفة المسلمين أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. إني لأرى عجبا. ليس عجيبا، أليس أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول مولود في الإسلام للمهاجرين؟ فحين ولد كبر المسلمون وفرحوا به، ولقد سماه النبي عليه السلام بهذا الاسم. فلماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك؟ فقد جاء عبد الله يوما وهو صغير إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يحتجم، أعطى الدم الذي أخرجته الحجامة منه إلى عبد الله وقال له: اذهب بهذا الدم واهرقه إلى حيث لا يراك أحد. فلما غاب بالدم عن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه ورجع، فقال له عليه السلام: ماذا صنعت بالدم؟ قال: أخفيته في مكان بحيث لا أرى أخفى على الناس منه، لعلك شربته. قال عبد الله: نعم. فقال عليه السلام: لما شربت الدم؟ قال: وليكون شيء من جسد الرسول في جسدي، وجسدي أولى به من الأرض. قال له عليه السلام: لن تمسك النار أبدا، وويل لك من الناس وويل للناس منك.